هلو، يا مساء التكتكة. طبعا الجو النهاردة لطيف جدا في اسكندرية، والناس كلها قاعدة ببطاطينها ولمطتها ولكلكها، والدنيا ايه. انا جاية لكم بقى من العالم الخارجي، من المستقبل، وبقول لكم ان واضح ان الشتاء كله هيبقى زي الفل. وبما اننا قاعدين في البيت كده ومرحرحين، واحنا اصلا بطبيعتنا ناس بتحب الاكل والشرب من غير لا جو ولا بتاع، احنا بنتمحك في الجو. يلا بقى نقوم نعمل السحلب اللي هيدفينا ان شاء الله. هعمل لكم سحلب بيفضل معاكم طول الشتاء في الثلاجه. يعني مكونات السحلب نفسها، ايه مكونات السحلب نفسها؟ طبعا انا هحط بالمعيار ده، انت ممكن تمعيري عادي بالكوبايه بتاعتك، بس اللي انا هقوله المكونات اللي انا هقولها بمعيار الكوبايه. يعني كوبايه لبن، كوبايه دقيق، كوبايه كده. يعني انت عايزه تزودي الضعف الكميه اللي انا هقولها. اوكي ماشي. اول حاجه هنحط كوبايه لبن بودره، اللي هو زي النيدو والحاجات دي. كوبايه انت عايزه تحطي اكتر، بتحطي كوبايتين، كوبايه ونص. بس الكوبايه اللي هتزودي فيها بناء عليها بتزودي بقيه المكونات الثانيه. اهي دي كوبايه لبن بودره، كوبايه دقيق رز. عارفين دقيق الرز؟ هتلاقوه في السوبر ماركت في اكياس كده، او لو هتجيبوه سايب من عند العطار مثلا ربع او نص او كده، حاولي تنخليه بمنخل عشان لو في حاجه. كوبايه دقيق رز. انا دقيق الرز ده اصلا بجيبه عشان بستخدمه في كفته الرز، بحب احط شويه كده بيلفها معايا. ماشي. السكر بقى عايزه تحطي سكر عادي براحتك، بس انا بفضل السكر البودره. هتحطي كوبايه سكر بودره. برضو السكر ده حسب انت، زي ما انت عايزه ممكن تقللي عن كوبايه اللي يريحك، يعني لان السكر طبعا مش كل الناس بتحب السكر كتير. بس هي كوبايه اللي انا بقول عليها دي كوبايه السكر البودره، انا مش كتير هنا بالنسبه للمعيار اللي انا عاملاه. كوبايه، او انا بالنسبه لي اقل من كوبايه شويه، انا لو يعني عايزه اقل اكتر من كده، بس انا الولاد عندي ايه تحب الحاجه مسكره. يبقى حطينا ايه لحد دلوقتي؟ كوبايه لبن بودره، وكوبايه رز دي رز، وكوبايه سكر بودره. ممكن تستبدليها بسكر عادي، بس يفضل السكر البودره. هنحط بقى كوبايه جوز هند ناعم يكون مطحون كويس. هنحط برضو كوبايه وهنحط نص كوبايه نشا. دي نص كوبايه نشا. وهنحط سمسم، ده برضو حسب الرغبه، في ناس مش بتحب السمسم، عايزه تحطيه تحطيه، مش عايزه تحطيه خلاص، او عايزه تحطيه ساعه ما بتعملي مفيش مشكله. ممكن تحطي ربع او تلت كوبايه، مش اكتر من كده. هي دي كده خلاص مكونات السحلب اللي انت بقى تشيليه عندك في الثلاجه، يفضل موجود طول الشتاء عندك، يقعد من السنه للسنه، اصلا مش بيجرى له اي حاجه. عندك فانيليا باودر ممكن تحطي رشه، ما عندكيش وانت بتعمليه على النار بتحطي فانيليا سايله. انا بستخدم الفانيليا السايله الصراحه، فوانا بعمله ممكن احط شويه. يبقى ايه مكونات السحله؟ حطينا كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، كوبايه دقيق رز، كوبايه جوز هند، نص كوبايه نشا، حبه سمسم حسب الرغبه. طبعا بتقلبيه كويس كده مع بعضه، وبتعبيه عادي في كيسه بقى في الثلاجه وتشيليه عندك. بتطلعي تسحبي معلقه كبيره على كوبايه لبن، بتدوبيهم الاول مع بعض، تخلطيهم على البارد، وبعدين ترفعي على النار وتقلبي لحد ما يتقل شويه. تحطي له بقى لما تيجي تحطيه في الكوبايه المكسرات اللي انت عايزاها، زبيب، لوز، بندق، اي مكسرات انت عايزاها براحتك. دي
دي كمية كوبايات من كل حاجة ما عدا النشا نص كوباية والسمسم ربع كوباية او ثلث كوباية كده. انا هعبيه في كيسة واشيله في التلاجة وعلى الاستخدام على طول. عايزة تزودي الكمية زودي بتضاعفي الكوبايات، في كل كوباية بتضاعفي الكمية. يلا شتوية سعيدة ان شاء الله. باي باي.